يا من آثره قد طاب عنصرها صلى الله عليه وآله وصار في كل أرض الله نيرها كل الغداء بلسان الحال يشكرها إذ ليس تحصر بالتفصيل والجمل صلوا على سيد الأملاك والرسل كم قد حباك إلى العرش من نعم لما عرشت له بالنور في الظلم وبت ترقى من التكريم في العظم إلى مقام كريم لم ينل ولي صلى الله على سيد الأملاك والرسل يا ملجأ الخلق في شرق ومغرب أشكوك حالي أشكوك حالي وحالي لا أستغيث به إلاك يا خير معصوم من الزلل